زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لينا طرق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه ابتدائي، واسمهم اللي باقي نور يديكم الحياة في ميلاد نجم. 28 سبتمبر هو تاريخ ميلاد المخرج الكبير خالد يوسف، واللي بدأ حياته الفنية من خلال التمثيل، وشارك في الفيلم القصير القاهرة منورة بأهلها للمخرج الكبير يوسف شاهين. ومن هنا بدأ يعجب خالد يوسف بمجال الإخراج، وأصبح مساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين، وكانت أول أفلامه فيلم المهاجر، وبعدها أصبح مخرج منفذ لأفلام مميزة زي فيلم المصير والآخر. أما أول فيلم ليه كان فيلم العاصفة، وتوالت بعد كده الأعمال المميزة للمخرج خالد يوسف زي فيلم ويجا وخيانة مشروعة وهي فوضى وحين ميسرة وكمان دكان شحاتة. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجمنا كل سنة هو طيب، استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.